الإرهاب الأسود التي تستهدف كل السوريين تتهاوى يوما بعد يوم بفضل صمود وتكاتف الشعب السوري. وفي شهادات الإرهابيين يتكشف مدى الحقد الذي يكنونه لهذا الوطن ومدى عمالتهم للأجنبي. عبد العزيز خالد الشيخ من جوبر بحمص يؤكد في لقاء حصري لتلفزيون الدنيا نقله للسلاح من لبنان واستهدافه للمواطنين الأبرياء المسالمين. نطلع كميات كبيرة من الجامع ونطلع على الطريق ونتظاهر، نعمل مظاهرة ونروح باتجاه جامع جوبر مشان كمان المصلين بجامع جوبر الثاني يطلعوا يلتقوا معنا. كنا نطلع بشكل كبير، عدد كبير. هذا الشاب من العصابات المسلحة عرض علي اني اشتغل بدل المظاهرة، اللي تهرب تقطع معنا سلاح لجوبر وبابا عمر. قلت له شو مقابل؟ قال بيعطينا مصاري. كان يعطينا مش نطلع مظاهرة، يعطينا يوزع لنا مصاري، يعطينا ليش 1000 أحيانا 500. كنا نطلع بالميكب ونروح نستلم شحنة الأسلحة من على طريق المقابل قرية عين الزرقاء. كان هشام يحكي مع الحاجز تبع العصابات المسلحة، واحد اسمه أدهم رضوان، عامل حاجز بظهر الجوبر بالظهرة فوق في الشارع العام. ناخذ له اياه هناك، وفي واحد اسمه رفاعي على طريق بابا عمر كمان بيستلم هناك، معه اثنين من التامين. كنا ناخذ بواريد وقوازف وطلقات. شيعت من مشفيين